صباح عادي جميل نلقاكم فيه اليوم، ولكن من أعلى قمم جبال بعدان، هذه المنطقة الخضراء الجميلة اللي بننصح كل من لم يحضر إلى زيارتها مسبقا أن يحضر لزيارتها الآن. وزي ما أنتم شايفين معايا يعتبر أفضل مكان لقضاء إجازة سياحية عيدية رائعة. صباح جميل نلقاكم فيه مع مجموعة هائلة من الفقرات الرائعة والمتنوعة، فخليكم معنا في الناس والعيد. السلام عليكم. سلام، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ نحمد الله ونشكر في نعمه. كل عام وانت بخير. وانت في صحه وسلامه. اهلا وسهلا. تعرفنا باسمك؟ عبد الله خالد الرعوي. كيف حالك؟ والله الحمد لله في نعمه. كيف العيد معك؟ تمام يعني. انا شايفك اخذت كبش العيد ما يرادعش. مسالم اجتماعي هذا اجتماعي. والله افضل الناس كثير. ايش يعني حكايه الاضاحي ما زالت موجوده هنا وسنه متبعه ومحافظ عليها؟ طيب ما محافظ عليها ايوه. رغم ان في قليل شباب هذا دخلت في الحياه يعني ان الغلاء المعيشه ولا لا، الا انه الشعب اليمني يعني يحافظ على السنه. كم اخذته؟ اخذنا هذا ب 30,000 ريال. 30,000 سنه نوعا ما كويس يعني سعره افضل من بقيه المناطق. ايوه طيب حابب تقدم لحد تهنئه معينه في العيد؟ والله احب اهدي تحياتي لاولادي في السعوديه، عصام عبد الوهاب وبلال عبد الوهاب، واحب اهدي تحياتي لزوجتي وام اولادي وبنتي واولادي في ابني عبد الحكيم في تعز الذي يحفظه الله ان شاء الله. يحفظك رب العالمين، وعيد مبارك وامطار خير وبركه ان شاء الله. وجهك علينا خير ايضا، وجهكم علينا خير. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. هي سعيده اصلا بكل معنى الكلمه. شكرا. الله يحفظك. إذا الأمطار بدأت تتساقط وإحنا ما زلنا مع الخيارات الكثيرة والمتاحة ما بين الخضرة وما بين جمال أهل هذه المنطقة وروحهم الطيبة وما بين الفقرات الرائعة.
وأثناء تجولنا هنا في مدينة إبا القديمة في أيام العيد، وصلنا إلى سوق يعرف بسوق المطبخ. هذا السوق هو عبارة عن مجموعة مطاعم في ما بينها البين بتجهز الأكلات الشعبية المعروفة، ومن أبرزها الهريش والسلطة واللحوم والأشياء الكثيرة. لكن في معنا محل هنا أنا شم ريحة حاجة فظيعة، خلونا ندخل مع بعض نكتشف إيش الموجود معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنت بخير جميعا وإياكم. العيد معك طيب؟ طيب الله ايامك. ايش اسمك؟ حسن علي طيبار. حاجة حسن، ايش اللي تسوي هنا في هذا المحل؟ فول برعي. كم لك انت في هذا المحل تبيع فول برعي؟ ليه مدة؟ انا قصدي كم سنوات يعني؟ 20 سنة، 30 سنة، اكثر من سنة؟ من 30 سنة. ايه. وانت تسوي فول برعي؟ ايه. كيف طعمه؟ تمام. شاهد لنفسه. انا طعمك. والله؟ والله. طيب لو تطعمونا بس شوية وتقول لي يا حق حسن، تقول لي كيف تعمل أيام العيد؟ فين تروح في العيد؟ بالعيد هاكا وهاكا. ما أين تروح يعني؟ عند الجهال والنسوان وال... زوجتك موجودة؟ ها آه. الله يطول بعمرها. مزوج واحدة بس؟ ثنتين. عاد أنا كنت بقول شوفوا الإخلاص، مزوج واحدة طلع ثنتين. مش ناوي تثلث؟ ثنتين. مش ناوي تثلث؟ قاماتين. قدماتين. مش ناوي تدي واحدة جديدة؟ معاشيش. طبعا هنا بيطبخوا البرعي او الفول بقدور كبيره جدا، ويتم توزيعها او شرائها من قبل ابناء مدينه اب. انا اللي شايفاها الان في المدره هذه الصغيره مجموعه من الفول او من حبات الفول، لكن البرعي للاسف لسه ما نضجش او لسه ما جهزش، عشان كنا نتذوق طعمه ونشوف كيف. لذيذ وساخن ويعطي الجسم حيويه ونشاط مع بعض. كل عام وانت بخير. وانتم بالصحة والسلامة. اهلا وسهلا بكم في محافظة اب المسالمة التي ترحب بكل الزائرين وكل الوافدين وكل النازحين. فعلا احنا حبينا نقضي اجازة العيد فيها بشكل جميل جدا، ما تصورش المناطق اللي زرناها الروعة في قلوب ساكنيها وقلوب اهاليها بشكل عام. بالمناسبة انتم هذه معلومة، انتم الان تعيشوا فترة العلان في محافظة اب. شهر اغسطس هو موسم العلان، ولهذا اب تعيش الان اعلى ذروات فترة ذروات اكتساء الحلة البهية الخضراء، وايضا موسم العلان يشهد ايضا تنوع في المناخ ونزول الامطار غزيرة جدا، ولذا محافظة اب هي محافظة سياحية بالفعل وتستحق ان تكون العاصمة السياحية للجمهورية اليمنية. هل في مهرجانات معينة، احتفالات، فعاليات تقيموها هنا في المحافظة عشان الناس والاجواء العيدية الخاصة؟ ما شاء الله شباب محافظة اب شباب رائعين ومبدعين، هناك الكثير من الفعاليات. أعتقد الأستاذ خالد البعداني وفرقة المسرح التربوي، فرقة المسرح الوطني، وعدد من الفرق الفنية الشبابية الآن في صدد الإعداد والتحضير لمهرجان كبير سيقام على أرجاء أحد الصالات المفتوحة في الأرض المفتوحة في جامعة إب. طيب ما فيش مهرجان خاص أنت تشارك فيه بحكم أنه أنت يعني رائع ومتألق ومقدم؟ ما قلتش أنه عد علي الوقت، لكن لدي انشغالات منعتني، لكن أنا بالنسبة لي واحد من أبناء محافظة إب وأحد شبابها المبدعين الذي استقى من إب الكثير وأرضعته الكثير، ولا أنسى فضل إب ولا أبناء إب. إب رائعة جدا، من حل في إب لابد أن يسكنه الجمال، يسكنه الروعة، لابد أن تخضبه إب بخضبة المدنية والانصهار والتحول العقلاني والمتزن. إب فيها جماليات تعدو عن وصف أن محمد الشنافي قالب بليغ ممكن يوصفها. أنا سعيد بهذه الفرصة أستاذ مالي. احنا اسعد طبعا، وبعد كلامك لا تعليق، بس انا شايفه ما شاء الله معك 2 كتاكيتينا. ايش يقربوا لك؟ هذا ابن عبد الرحمن. طيب استاذ محمد، كلمه اخيره في هذا اللقاء السريع بتوجه تهنئه عيديه لمين؟ والله التهنئه هي لكل افراد وابناء الشعب اليمني قاطبه والامه العربيه والاسلاميه. نسال الله ان يعيد هذا العيد، وقد خرج الوطن الى افاق رحبه وعاد اليمنيون اخوه، وانتهت هذه الحرب التي جثمت على صدور الناس وأتعبتنا كثيرا. ونسأل الله الأمن والاستقرار لهذه المحافظة، أن يستمر أمنها واستقرارها وأن لا يمسها أي سوء، لأنها أصبحت عاصمة للسياحة وأيضا مأوى لكل النازحين الذين فروا من جحيم الحرب.
شكرا أيضا لقناة السعيدة لتغطيتها ونزولها وتلمس واقع وحياة الناس في هذه الأيام. شكرا جزيلا لك، وإحنا السعداء ونتمنى لك إجازة عيدية سعيدة. أنا سعد، شكرا جزيلا. كيف حالك؟ الحمد لله. العام أنت بخير؟ أنت بخير. تعرفين باسمك؟ أمات الرحمن. أمات الرحمن مين؟ العنسي. كل عام أنت بخير يا أمات. وعلينا وعليكم. كيف العيد معك يا أمات؟ والمزة هذه تعالي؟ معنا مزتين. اسمك؟ أصيلة محمد العنسي. كيف حالك يا أصيلة؟ الحمد لله. كل عام أنت بخير؟ علينا وعلي. إيش تسوي يا أصيلة هنا؟ نشتري ملابس وأحذية. ليش اشتريتي للعيد؟ إيه للعيد. إيش؟ أنا عارفة إنه للعيد، ها للعرس. طيب إيش اشتريتي للعيد؟ اشتريت ملابس، يعني فساتين أحذية. أنا وبابا. وين بابا هذا؟ هنا. طيب وإيش كمان، فين بتروحي في العيد؟ إيش بتعملي في العيد؟ نخرج الحدائق ويعني أماكن. أحلى حاجة تحبيها في العيد إيه؟ اجتماع أسرتنا. يعني ما تجتمعوا إلا في العيد، أنا دايما أعلق كذا. لا. نعم يا أمات، إيش أحلى حاجة بتحبيها في العيد؟ إنها تجتمع الأسرة كامل، نخرج كلنا نروح. أسألك بالله، ما فيش حاجة اللي تعجبك هذه؟ بس مش حاجة اسمها عوادة فلوس؟ لا، يعودونا كلهم. بتسووا كعك أو بيتيفور أو أشياء معينة كذا في البيت في قبل العيد؟ أيوه. إيش بتسوي؟ بيتيفور، كعك، نشتري شكاليت، عصاير، بس. تكمل الخمسة. لازم تكمل الخمسة. إيش عاد تسوي؟ لازم السبعة الخمسة تكمل. خلاص الخمسة خلاص. طيب حب لحمة العيد. أساس الأضحية. طيب حابين تهنحد في العيد؟ أيوه. صديقاتي في المدرسة، لأني قد خلصت ثالث ثانوي. أحب ماي العبسي. شكرا شكرا. وعائلتي كامل، وصاحبتي ميادة، ميادة العبسي كمان عبسية. أختي. تطلع أختي. وانتي أصيلة مي بتهني؟ اللي يشوفوني. اللي يشوفوكي كامل يا حبيبة الشعب، هنا هنا ملكة الجمهور. هنا كل عام وانتم بخير، واتمنى لكم إجازة عيدية سعيدة. الآن وعبر وكلائنا في الخليج ودول العالم، أرسل واستقبل حوالاتك بنفس العملة المحولة فورا بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي. متواجدون عبر وكلائنا في جميع محافظات الجمهورية. انتشار أوسع، سرعة فائقة، دقة وأمان. وكلاء لأكبر الشركات المصرفية العالمية، إكسبرس موني، وستر يونيون، موني جرام. خدمة استبدال العملات الأجنبية بالريال اليمني والعكس عند إرسال أو استقبال الحوالات. خبرة لأكثر من 24 عاما. عملات التحويل الأنسب والأقل، أسعار صرف تنافسية، والعديد من العروض المميزة. شركة الناصر للصرافة والتحويلات، سلمها واستلمها. للتواصل معنا الاتصال على الرقم المجاني 800-2800 أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.alnasrexchange.com وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الناصر إي إكس. مثل هذا الجو الرائع، وإحنا الآن على وشك استقبال الأمطار الوفيرة من الله وهذه الخضرة الجميلة. أنهي فقرتي معكم كي نذهب إلى فقرات أخرى، فخليكم معنا. معنا كمان في هذه الفقرة أحد الأطفال الصغار اللي أنا شايفة له جالس مكيف كذا على الجلسة هذه. عجبتك الجلسة؟ طيب لو تقرب كده شوية تعرفني باسمك؟ جميل البعداني. جميل، كل عام وأنت بخير يا جميل. أنت بخير. كيف العيد معك؟ الحمد لله. طبعا إحنا الآن جالسين في عزلة ريمان، إحدى مناطق محافظة إب في مناطق بعدان. شوفوا أنا كيف دورتها وعكس عشان ما تقولش إني غلط. ومعنا العديد من المواهب والعديد من الفقرات الجميلة والرائعة. خلفي كمان مناظر رائعة ورهيبة جدا جدا جدا. وزي ما بنأكد دائما في كل لقاء وفي كل فقرة وحلقة، إنه اللي ما زار هذه المناطق يحاول إنه يزورها من جديد. طيب نشوف مبدعنا جميل وقضاء إجازة العيد. كيف إجازة العيد معك؟ والله حلوة وعجبتني. قل لي فين بتروحوا في العيد؟ نروح وادي الذوق. وادي إيش؟ وادي الذوق. وادي الذوق. ايش في هذا الوادي؟ شلالات ومناظر حلوه وباهظه. سمعنا الان اي مقطع لتقليد لك الفنانين مثلا او الممثلين؟ ايوه، مع عامر البوصي
يا سعاد فهمينا ملا يا مرتي فهمينا الله يرضى عليك فهمينا اقول لك قسما بالله ما قسلنا ريال والله فقرس وسيم ايش ايش اشتري طاقه شمسيه الله يرحمك يا رجاله الله يرحمك يا رجاله فظيع برافو عليك برافو عليك بتتابع له كثير بتستمع منه كثير يعني لاكثر من مقطع تمثيل في اكثر من مسلسل ولا اثر عليك هذا المسلسل بس مو مسلسلات هكذا احبها مثل حق طفافيش وحالتي حاله والدلال وقرية مركوضة وهمي همة ايش عاد بقيت قدك بتشوفها كلها كلها طيب في نهاية هذا اللقاء وبهذا الصوت الجميل من تحب تهني بالعيد على كل اللي يشاهدوك الآن الممثلين كلهم كلهم وشكر خاص لتهنية خاصة لعامر البوصي وسلام البوصي نوفل البعداني وسمير قحطان محمد قحطان ومن نسيوا أهاليهم من كثر حبهم لهم فإن شاء الله إن شاء الله كل الزملاء الرائعين يسمعوا تهنئتك الآن ونقول لهم إلى اللقاء وفي مساء هذه الليلة العيدية الجميلة ما زلنا مع مقتطفات ساحرة من مدينة إب وأبنائها وما زلنا مع تلك اللمسات الجميلة المتعلقة بفنون الموسيقى واللحن الجميل تعرفنا باسمك؟ محمد الشهاري كل عام وانت بخير يا محمد وانت بألف خير إن شاء الله كيف أجواء العيد بالنسبة لك يا محمد؟ والله حلوة وخاصة في إب عاصمة السياحة إب الذي يولد فيها الفنانين وكل حاجة يولد فيها كل حاجة؟ كل حاجة إيش مثل كل حاجة تولد فيها؟ كل شيء في إب أي حاجة تطلع براسك موجودة فيها العسل البلدي الجبن البلدي يولد فيها العسل البلدي؟ كل حاجة يولد العسل البلدي أول مرة أدري العسل يولد زعم لو نعرف الجمهور أكثر بصوتك الرائع إيش تختار من مقطوعة؟ يا منيتي يا سلا خاطري وأنا حبك يا سلام ليش القفة ليش تجرحني وأنا أحبك 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 يا سلام اترنم على البالة عشية قمري الروضة على غصن السلام يذكرني بأصحابي وذكرني بأحبابي ونساني الغرام وأنا أحبك 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 يا سلام عليك الله عليك يا محمد من متى بدأت في ممارسة هواية الغناء؟ هواية الغناء هي تبدأ من المدارس أعتقد من الإذاعات المدرسية والحاجات فكذا يعني كان بالمدارس ل 2010-2011 بعدين من هنا قررت أغني وعمل لي فرقة وفرق موسيقية طيب كمقطوعة غنائية بتهديها للمشاهدين عبر برنامج الناس والعيد كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري يا مهانت لك وكانت كل مرة بتمحي كلمة من أماني بيكو صبري كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح
يا مهيت لك وكانت كل مرة بتمحي كلمة من أماني بيكون صبري. الله عليك الله عليك يا محمد، مقطوعة رائعة وجميلة جدا، ولو تسمعنا كمان مقطوعة خاصة تكون كإهداء للمشاهدين وكقفلة خاصة في لقائنا لحلقة اليوم. أويلي 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 أنا مو تحتويك تيجي قلبي ويجيك، أنا موت أنا عليك وبتموت أنا علي، تمنيتك وجيت فيك أحلامي لقيت، خطيت وما خطيت ولا تزعل علي، تغيبوا يختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون شاف المبتلي. ويلي يا ويلي يا ويل ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هلا نشوف محمد حبيبي يهني مين وايش هي البطاقة العيدية اللي بتهنيهم عبر الناس والعيد. البطاقة اللي يهنيها اولا لوالد العزيز ولوالدة العزيزة، والثالثة تكون إن شاء الله لشريكة حياتي، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله نعد عليكم بصحة وسلام وعافية إن شاء الله، ومع بطاقة رابعة إن شاء الله لأعضاء فرقتي وخلص. ضحك على الأيام وبرد من الأوهام وصبح مع الأنغام افرح بهذا العيد افرح بهذا العيد، انا استنى يا عيد انا استنى يا عيد وانا استنى يا عيد مع كل المواهب، خليكم معنا.